السلام عليكم. بعد أن كانت خضراء يانعة مزهرة هذيك مريم، هذا حالها بعدما تركت تصارع مع حشرة المن الشرسة. وفي المنازل ملعقة صابون على لتر ماء في مضخة ورشتين والحمد لله، تموت هذه الحشرة. ثم يلزمك أيضا رشتين بعد 5 أيام للبيوض، وهكذا يعني تقريبا بالكثير 3 رشات بإذن الله تعالى تكون قضيت على أكثر الأطوار لهذه الحشرة التي تنشط من الشتاء وحتى عز الصيف في شهر 7 ميلادي. هذا اللي رشناه أسبوع اللي راح، قبل أسبوع أنا وخالي في الكورونا كان معي خالي كبير بالعمر، ودهلنا هذه بالشحم علشان نمنع صعود النمل اللي هو يحرس ويحمي حشرات المن لأنه يستفيد منه. طبعا المن كله ميت بعد الرشة، شوفوا شلون المن كله ميت بلا حراك، صح انه متواجد انه يلتصقوا لكنه ميت بلا حراك، كله ماتوا لله الحمد بسبب الرش بالفيري. السلام عليكم، كيف الحال؟ تذكرون اشجرة ذي كف مريم لما رشناها كانت مصابة بالمن سقط الأوراق، رشناها رشة مرة واحدة ما وصابون سائل حق الأيدي وانضبطت، حطينا على شحم من تحت هنا عشان ما يطلع النمل. شوف ما شاء الله رجعت، طبعا هي راجعة من زمان بس أنا توي أجي أصورها. سؤالك بسام؟ طيب ما شاء الله.